يا رب راحوا فين بس؟ يا كلاب ماما ماما حبيبي بلاي انت كويس يا دناي؟ انا كويس. بلاي اخر تليفونك ليه يا دناي؟ ما احنا اتثبتنا هنا يا لهوي. اتثبتنا في الشغل متثبتين في الشغل هنا يا دناي. حبيبي انا معاك. الله عليك. احنا كويسين الحمد لله. لا ده انا مش كلمتك 100 مره عشان اقول لك ان عبدون عاوز الجهاز. اسمعوا يعني الناس بتخش تطمن على عيالها وتقول لهم عاملين ايه ويطبطبوا عليهم وانت داخل ياس وهتقع على وشك هتموت. بسم الله ما شاء الله. انتوا هنا بتشتغلوا ايه؟ الراجل ده بيشتغل الراجل شغالين. احنا هنا بناخد بالنا من الراجل ده، الراجل الطيب الامير الشرير العسل دوت. ده فاقد الذاكره. انا فاقد الذاكره. انا مش فاكر حاجه خالص يا حرام. يعني انتوا قاعدين في الفيلا دي كلها لوحديكم مع الراجل ده؟ والله انت عرفت حاجه ولا ايه؟ انت يا عم مش قادر. يا عيني يا عيني ده باين انه تعبان قوي. شفت بقى؟ عشان تعرف ان الفلوس مش كل حاجه. هو عنده كل حاجة ومش فاكر أي حاجة. بس إحنا هنتبسط هنا مع بعضينا إن شاء الله لما نقعد هنا في الفيلا دي. قاعدين في إيه؟ هنقعد معاكوا هنا ونتدلى من عبدون. مش كده ولا إيه يا ست أنصاف؟ وبالمرة بقى نقول للبت غادة يا عيني لا بتروح هنا ولا هنا أهديك تتفسح لها يومين. على أمك، حتى أمك. غادة غادة أزلوم على الغادة. مفيش ايه يا جماعه؟ غدا ايه وبتاعت ايه؟ احنا هنعيش هنا، احنا اصلا عايزين نمشي معاكم. نمشي نروح فين ونسيب الجنه دي كلها؟ وتسيب غدا لوحدها؟ الله، هو انتوا مش قلتوا انه بينسى؟ بينسى. بنسى. بس افتكر حاجه ولا افتكر؟ لا والنبي ما تفتكر. يا رب تنسى على طول. الله، ما الراجل حلو اهو بيخطرف. يلا بقى ننزل البسين اللي شفناه واحنا داخلين. بسين؟ انت وصلتوا للبسين؟ بس البسين اللي عندي اللي بينزل فيه ما بيطلعش ابدا. من حلاوته. ان شاء الله عننا ما طلعنا. يلا. معلش، معلش والله ما حد فينا قال لهم تعالوا. لا ارحمنا يا معلم. ابص رجلك، ابص رجلك يا معلم. ما انت مش خايف منه ليه؟ كده كده مش هيرحمه. صح، كده كده مش هيرحمكم وهطلع عينكم وعين اهاليكم. اهو طلع بالجراند اهو، ربنا يستر بقى. اجا حضنك